دول أوروبية تبدأ في تخفيف إجراءات الحجر المفروضة بسبب فيروس كورونا. روسيا تحتل المركز الثالث عالميا في حصيلة إصابات كورونا. كوريا الجنوبية تقرر تأجيل موعد استئناف الدراسة المقرر لمدة أسبوع بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا. الثانية ظهرا 12 بتوقيت غرينتش. موجز الأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة، مرحبا بكم. وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك احمي بلدك. بدأت فرنسا الخروج تدريجيا من العزل الصحي المفروض في البلاد منذ 17 من مارس، لكن مع اتخاذ تدابير صحية صارمة تم تقسيم البلاد إلى منطقتين خضراء وحمراء، حيث تشمل الأخيرة ضواحي باريس وشمال شرق البلاد. ومن المقرر أن تبقى المدارس والمتنزهات والحدائق العامة في المناطق الحمراء مغلقة مع قيود على المتاجر ووسائل النقل. أما بلجيكا فبدأت في تطبيق المرحلة الثانية من استراتيجية الخروج من أزمة كورونا، وذلك من خلال فتح المحلات التجارية مع الالتزام بشروط السلامة الصحية وضرورة ارتداء الكمامات، كما سمحت أيضا للعائلات باستقبال 4 زوار فقط. سجلت إسبانيا 123 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 26744، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 227436. يأتي هذا في الوقت الذي شرعت فيه إسبانيا في التخفيف من قيود الحجر الصحي في بعض أجزاء البلاد، فيما تبقى معظم المدن الكبرى مثل مدريد وبرشلونة خاضعة لقيود صارمة. أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 94 وفاة و11656 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك تصعد روسيا إلى المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بإجمالي 221344. قررت حكومة كوريا الجنوبية تأجيل موعد استئناف الدراسة لمدة أسبوع بعد الموعد الذي كان مقررا في 20 من مايو الجاري، وذلك بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. سجلت كوريا الجنوبية 35 إصابة جديدة بإجمالي 10909، ويعد هذا الرقم هو أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهر بسبب ظهور بؤرة جديدة العدوى في حي مزدحم في العاصمة. واستأنفت الحياة مسارها الطبيعي في كوريا الجنوبية في الأسبوع الماضي، ولكن في نهاية هذا الأسبوع أمرت بلدية سيول وبعض المناطق المحيطة بإغلاق كل الملاهي الليلية والحانات، حيث تخشى السلطات من انتشار الوباء من جديد. نفى مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين التصريحات المنسوبة له بشأن فرض الحكومة لحظر شامل كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا والتي تم تأويلها. أكد عوض تاج الدين أن تصريحاته في إحدى المداخلات التلفزيونية كانت عن حديث رئيس الحكومة الأخير حول إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حال عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من الفيروس، إلا أن البعض فهم كلامه بطريقة خاطئة، مؤكدا أنه لا نية أو اتجاه لدى الدولة لفرض حظر شامل. تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الموقف الحالي لأعمال لجنة حصر تصرفات الأراضي وحل مشكلات المستثمرين بالساحل الشمالي الغربي، وذلك في اجتماع حضره الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان. أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الأهمية الاقتصادية والتنموية التي تحظى بها منطقة الساحل الشمالي الغربي، لما لها من دور في جذب عدد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أعلنت النيابة العامة إثبات تقرير الطب الشرعي أن وفاة شادي حبشي بمحبسه جاء بسبب التسمم الكحولي، وهو ما أحدثه من تثبيط للجهاز العصبي المركزي وفشل تنفسي حاد. وقال بيان النيابة العامة إن الفحوصات أثبتت عدم وجود أي أثار إصابية ظاهرية حيوية حديثة به تشير إلى عنف جنائي واقع على المتوفى. وأضافت أن التحقيقات مع اثنين من المحبوسين مع المتوفى أفادت بأنه قام بمزج كمية من الكحول المثيلي بعبوة للمياه الغازية ليكون لها تأثير مسكر، وهو ما أدى إلى وفاة شادي حبشي. هذا وقد أهابت النيابة العامة بالمواطنين بتحري الدقة فيما يتداول بالمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من أخبار متعلقة بالتحقيقات التي تجريها. ولمزيد من الأخبار تابع موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم وإلى اللقاء.